الاحتلال إذن ما بعد 7 أكتوبر عرض مرارا وتكرارا أنه تتعرض أماكن الاعتقال أو ما تسمى طبعا مراكز التوقيف وفقا للاحتلال الإسرائيلي. سجون الاحتلال تتعرض لاكتظاظ كبير جدا، نتحدث عن قرابة 11 ألف حالة اعتقال وثقت ما بعد 7 أكتوبر في حالة أزمة تشهدها هذه السجون نتيجة ازدياد ملحوظ في عدد المعتقلين الفلسطينيين. على سبيل المثال نتحدث خلال يعني اليوم أشارت له هيئة الأسرى ونادي الأسير عن 40 حالة اعتقال وثقت في محافظات الضفة الغربية، وناهيك عن الدعوات داخل الكنيسة الإسرائيلي وحكومة الاحتلال الإسرائيلي لإيجاد أماكن اعتقال جديدة للفلسطينيين وأماكن إضافية للسجون. نتنياهو ما بعد خلاف كان قائما ما بين بن غفير وسموتريتش خلال جلسة يوم أمس طالب فيها بزيادة أماكن احتجاز جديدة وبموازنة جديدة. بن غفير ليقول سموتريتش أنا بإمكانك استغلال الميزانية المتوافرة لديك في هذا الخصوص. لوسط هذا الخلاف بنيامين نتنياهو قرر بناء 470 مكان احتجاز في السجون، لكن بقيت مشكلة الميزانية قائمة، وهذا يعني أن الاحتلال سيمضي قدما في سياسة الاعتقالات الممنهجة بحق الفلسطينيين. كيف ينظر إلى خطورة هذه التصريحات وهذه القرارات الإسرائيلية؟ سنتحدث بها على الهواء مباشرة مع السيد عبد العالي العناني الوكيل المساعد في هيئة شؤون الأسرى والمحررين. أهلا بك سيد عبد العالي، مساء الخير. مساء الخير لك أخت ريما ولجميع المشاهدين والمستمعين الكرام. نعم، هذا الخلاف الذي يعني هو فقط متعلق بالجانب المادي وليس متعلق بجانب المبدأ والرؤية الإسرائيلية المتعلقة بزج المزيد من الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، ماذا تعني موافقة بنيامين نتنياهو على يعني إيجاد حل بناء فوري ل 470 مكان إضافي لاحتجاز الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال؟ يعني أختي العزيزة كما ذكرت الاحتلال ومنذ 7 أكتوبر عندما أعلن الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني، حرب الإبادة الجماعية على أهلنا في قطاع غزة، ما زالت هناك أيضا هناك هجمة شرسة على كافة محافظات الوطن من خلال تكريس عمليات الاعتقال والاقتحام اليومية لكافة مدننا وقرانا ومخيماتنا. فعلا هذا العدد غير مسبوق، أكثر من 11 ألف حالة اعتقال تم تسجيلها منذ 7 أكتوبر. هذا يعني في ظل حرمان الأسرى من أبسط الحقوق، وهذا مؤشر على صحة ادعاء أطراف هذه الحكومة اليمينية بعدم تخصيص أي موازنات لصالح مصلحة السجون. عادة ما كانت تكون هذه الموازنات لها علاقة في الصرف المباشر على إطعام الأسرى والقيام يعني بتوفير الحد الأدنى من متطلبات النظافة ومتطلبات العلاج ومتطلبات النقل وما إلى غير ذلك، لكن للأسف في ظل تولي الأرعن ابن غفير ما يسمى بوزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال وتوليه بشكل مباشر الإشراف على إدارة مصلحة السجون، كيف يكون الحال؟ أكيد يعني العنوان يعني أبلغ من الكلمات عندما يكون سموتريتش من يتحكم في مصير ورقاب هؤلاء الأسرى والأسيرات داخل سجون الاحتلال ضمن تشريع سياسة يعني وتم تعميمها على كافة العاملين وإدارات السجون بحرمان الأسرى، يعني مارسوا سياسة التجويع التعذيب، حرمان الأسرى والأسيرات من يعني من أبسط الحقوق، عزل تام عن العالم الخارجي، حالة الاكتظاظ في داخل السجون وعدم توفير وسائل النظافة والحماية الشخصية من انتشار الأمراض الوبائية كما يحصل حاليا في السجون. يعني هناك سجون معزولة تماما، حتى المحامين غير مسموح لهم بزيارة السجون نتيجة انتشار يعني بحجة الحجر الصحي كما هو الحال في ريمون وفي نفحة حاليا، ولكن هذا المرض يعني انتشر في أوساط الأسرى للأسف، مرض السكابيوس الجرب، وهذا مؤشر خطير على الاستخفاف بحياة الأسرى. وكما نشهد أنه يوميا كما ذكرتي هناك اعتقالات جديدة
وهذا ما يفاقم الوضع الإنساني والمعيشي داخل السجون، حيث أن الغرفة التي تتسع بالوضع الطبيعي لستة أفراد يزج بها 12 أسير غالبيتهم يفترش الأرض دون أي مقومات، وهذا حقيقة وضع يعني مستمر للأسف، لا يوجد هناك تراجع عن هذه السياسة، وهذه تطبق على الأطفال، على الأسيرات، على الأسرى في كافة أقسام السجون. نعم، هذا التكدس يعني يحاول الاحتلال الإسرائيلي كما أشرت سيد عبد العال بحرمان الأسرى من أبسط حقوقهم، ليس هذا فقط وإنما ما يشهد الأسرى داخل زنازينهم من يعني تقويض أيضا إضافي مفروض عليهم والزج بأكثر من أسير داخل هذه الزنازين، وما تشهد أيضا الأسيرة خالدة جرار في زنزانتها من ملاحقة وموت بشكل آخر يحاول الاحتلال فرضه على الأسرى داخل هذه الزنازين وداخل سجون الاحتلال. يعني الاحتلال يستهدف رموز الحركة الوطنية الأسيرة والقائدة الرفيقة خالدة جرار، هي دائما يعني للأسف في دائرة الاستهداف الأولى. إنجاز التعبير، كل غرف الأسرى تحولت وأقسام الأسرى تحولت مؤخرا وضمن هذه السياسة إلى مقابر للأحياء، وهي عبارة عن زنازين في ظل حرمان الأسرى من الخروج إلى ساحة الفورة، حتى هناك إعاقة عندما يكون هناك تنسيق لزيارة محامي يعلن حالة الطوارئ للحيلولة دون إتمام هذه الزيارة، وبالتالي الأسرى فعلا يتعرضوا لتعذيب نفسي وجسدي على حد سواء وعلى مدار الساعة عندما يزج بالقادة في الزنازين. يعني نعلم جيدا بأنهم يتعرضوا للتنكيل، للضرب، للإهانة، للإذلال، محاولة تركيع الأسرى، كسر إرادتهم، لكن أنا أقول بأن إجراءات الاحتلال وكما عودنا أسران الأحرار البواسل بأن إرادتهم الحرة عصية على الكسر وتنتصر على إرادة السجان، لكن أنا لا أجمل يعني الكلمات، أنا أقول بأن حقيقة الوضع هو جحيم بكل ما تحمل الكلمة من معنى، مأساة حقيقية كارثية يعيشها الأسرى داخل سجون الاحتلال، وفي المقدمة منهم أسيراتنا الماجدات داخل سجون الاحتلال. هذا الإعدام البطيء الذي يحاول الاحتلال الإسرائيلي فرضه على الأسرى داخل سجون الاحتلال، وهذا واقع ممكن كان قائما ما قبل 7 أكتوبر، ولكن بات نهجا مختلفا بطريقة أكثر تصعيدية ما بعد 7 أكتوبر. كيف من الممكن سيد عبد العال يعني تقديم الدعم وتدوير قضية الأسرى الفلسطينيين والمطالبة رغم كل المطالبات التي كانت قائمة بإدخال لجان تحقيق أو بعض المحامين ودور الصليب الأحمر المغيب عما يجري داخل سجون الاحتلال؟ كيف من الممكن تشكيل أقل حماية ممكنة للأسرى داخل سجون الاحتلال للحفاظ على حياتهم ونحن نتحدث عن تصاعد في أعداد الشهداء في صفوف الحركة الأسيرة؟ يعني عولنا كثيرا على المنظومة الدولية بأن يكون دورها محايد وإنساني، وفعلا لدينا يعني الروايات والملفات الناضجة لإدانة الاحتلال بما ارتكب من جرائم متسلسلة ومتصاعدة بحق أسرانا العزل داخل السجون. أنا أقول بأنه فعلا عولنا كثيرا على، وبحكم أنه دولة فلسطين عضو مراقب في الأمم المتحدة وانضمينا للعديد من الاتفاقيات والمنظمات الدولية، فالباب مشرع أمامنا، لا يوجد ما يمنع من اقتحام الجنائية الدولية وأن نجبر هذه الجنائية الدولية أن تفتح تحقيق فوري وعاجل لمحاكمة مقترفي الجرائم من حكومة الاحتلال ورموزها. هذا جانب مهم، وهناك تحرك على مستوى الفلسطيني الرسمي في هذا الاتجاه، ولكن للأسف هناك تباطؤ وهناك انحياز واضح في التعامل مع القضايا الدولية المتعددة. عندما يكون الحال يتعلق بفلسطين وقضايا تخص الشعب الفلسطيني تكون هناك تلكؤ في الاستمرار في تطبيق قواعد القانون الدولي بحق هؤلاء المجرمين،
وهذا ما يعني يشجع الاحتلال على التمادي أكثر والاستمرار، لأنه لا يوجد هناك لحتى اللحظة أي محاسبة، وبالتالي الاحتلال يقترف بدم بارد كل يوم جريمة جديدة. نعم. وتحديدا عندما يكون الحال يتعلق بأسرانا وما يحصل، يعني أكثر من 22 شهيدا تم تحديد هوياتهم، ولكن أختي ريما المخفي أعظم. صحيح. هناك اعترف الاحتلال باقتراف يعني جرائم، وتم إعدام العديد من أسرانا من قطاع غزة دون الإفصاح عن أعدادهم وهوياتهم. نعم. وبالتالي هناك جريمة من وراء الستار تقترف، وما زال الاحتلال يستمر في اقترافها دون أي محاسب من المنظومة الدولية. نعم، هي تصفية فعليا بصورة يعني مباشرة. المستوى الدولي مهم. نعم. ويجب يعني الحث عليه من كل الأطراف من أجل إجبار. نعم. إسرائيل للإنصياع للقانون الإنساني. نعم سيد عبد العال، كان هناك تصفية مباشرة لعدد من الأسرى، وهذا ما وثقت أيضا شهادات بعض الأسرى الذين أفرج عنهم في الآونة الأخيرة. دائما ما كانت قضية الأسرى هي نقطة تحول وجوهرية لدى الشارع الفلسطيني، ودائما كما يقال أنه كانت السجون داخل الاحتلال تشكل نقلة نوعية اتجاه الكثير من القضايا المتعلقة بهم. ما يحدث اليوم في سجون الاحتلال قد يولد انتفاضة أخرى داخل أروقة السجون، وخاصة أنه شهدنا هناك نضالات كانت طويلة ممتدة للحركة الأسيرة، حالة من العصيان التي كانت الكثير من القرارات التي اتخذتها الحركة الأسيرة. هل هذه الإجراءات التنكيلية التي يتبعها الاحتلال ستؤدي إلى إشعال انتفاضة داخل السجون؟ يعني حتى يعني أكون منصف، أولا قضية الأسرى في وجدان الشعب الفلسطيني تحتل مكان كبير وعظيم، هم من تصدروا الصفوف في مقاومة ومقارعة الاحتلال على مدار السنين الطويلة، مسيرة كفاح وطني مستمرة. قضية الأسرى تحظى بإجماع وطني فلسطيني واسع، الكل يعني يجمع على هذه القضية. أنا أقول بأنه بعد هذه الهجمة الشرسة وضمن الإجراءات يعني التي فرضت على السجون بعد 7 أكتوبر، يعني حقيقة بأن الحركة الوطنية الأسيرة وصلت إلى مرحلة خطيرة إلى أبعد الحدود، فلا نطلب يعني من أسرانا داخل السجون المستحيل في ظل ما نعلمه من مصادرنا عن أوضاعهم الكارثية ومحاولات يعني عديدة. يعني هناك فرق لا تعمل في مصلحة السجون يتم الاستعانة بها من فرق الجيش المخصصة لقمع الأسرى، تأتي من المعسكرات الجيش للاستفراد بالأسرى والتنكيل بهم، وبالتالي هذا يدفعنا بأن نكون نحن في الخارج. صحيح. يعني عندما أعلن الشعب الفلسطيني انتفاضة الأسرى سابقا كانت لمساندة أسرانا البواسل، فعلى الحركة الوطنية في الخارج أن تأخذ زمام المبادرة من أجل تسليط الضوء على هذه القضية وتحشيد كل الدعم الشعبي، وعلى مستوى أيضا العالم كل الأحرار كل الشرفاء أن نفضح ممارسات الاحتلال. نعم. في كل المحافل من جهة، وأن يكون للشعب الفلسطيني كلمة بأن نرسل رسالة للاحتلال بأننا لن نترك أسرانا فريسة سهلة لكم داخل سجون الاحتلال. فالكلمة لنا في الخارج وليس نعتب على أسرانا، هم أصحاب إرث وطني كبير، الحركة الوطنية الأسيرة لها بصمة في التاريخ، وبالتالي لا نحسدهم على أوضاعهم الحالية حتى يلتقطوا أنفسهم، وأكيد سيعودوا إلى مربع المواجهة مع هذا الاحتلال. هم في الخندق الأول في مواجهة إدارة مصلحة السجون وكل السياسات القهر التي تمارس بحقهم، ولكن المسؤولية تقع على كاهلنا أكبر وأكبر، وهذا هو الأهم. سيد عبد العال، لا يعني قدموا وما زال يقدموا الكثير أسرانا البواسل، إن شاء الله الحرية حتمية وقريبة لهم جميعا. شكرا جزيلا لك سيد عبد العال. شكرا.